فرحة رمضان بالنسبة لي إن أعمل عزومة حلوة للناس اللي بحبها، بس فرحته اللي بجد إنك تفطر غيرك، تسحر غيرك، تفرح غيرك، ودور بنك الطعام المصري إنه يقربنا من بعض. شارك بزكاتك وصدقاتك مع بنك الطعام المصري في برنامج إفطار الصائم علشان نوصل كراتين فرحة رمضان لأكبر عدد من الصائمين ونوفر 10 مليون وجبة إفطار وسحور. ساعدنا نفرح ملايين الصائمين طول الشهر الكريم. بنك الطعام المصري، ما تفرحش لوحدك، فرح غيرك.